بون نحن شركة جروب بوسحاباس، اون سوسيتي اللي تكريات اون 2006، والمجال اللي نخدمو فيه هي نستوردو خميرة الخبز لمارك إيجل، هي معروفة ديجا في الوطن هنا لمارك إيجل، معروفة على الجودة تاعها ومعروفة على السعر تاعهم. وعندنا دوتر برودوي اللي نخدمو فيهم كيما محسن الخبز اللي نخدمو فيه لهنا، وعندنا تانيك معروفين تانيك بلو تي فير، الشاي الأخضر المستورد تانيك من الصين. والحاجة الجديدة العام هذا هو أن الشاي الأخضر بدينا نعبيو فيه هنا في الجزائر، ورانا إن شاء الله عندنا إن شاء الله مواد أخرين رايحين نبداو فيها. بالنسبة شوفي بالنسبة يعني قلت لك احنا 80% تاعنا سي لا ليفور، نجيبو خميرة الخبز. فرق ما بين خميرة الخبز وخميرة كيميائية، خميرة كيميائية اللي تستعمل لي غاتو، دونك هذه كاين هنا في الجزائر يا با دو بروبليم. بصح خميرة الخبز هذه كلها مصنعة، ما كاش يعني مصنع لخميرة الخبز في الجزائر، لأن المادة هذه شغل هي مادة حية، ستون باكتيري، مادة حية تتطلب يعني تكنولوجيا هاي هاي، دونك سي بور سا ما كان سي ديفيرون اون بو با. بكري كانت الجزائر عندها اون يوزين صافي تري لونتون، دركا الجزائر ما عندهاش اون يوزين. السبب هو لو بودجي تاعو كبير بزاف، و لا ماتير بريمير كي لاميلاس، المادة الأولية تاعها لاميلاس هذه كون با اون الجيري ما عندوهاش، كي تستورديها سافا اتر سي ان انكونفينيون للشركة. بون احنا نحاولوا، هي المنتوج تاعنا الي ستابل، الي ستابل، الي بور لو مومون الي ديسبونيبل الحمد لله. وزيد ما فيش اون كونكورونس كبيرة، ماشي كيما المواد الاخرين، يعني الخميرة عندها موليها ديجا، هما لي فابريكون تاع الخميره هذه كاين ثلاثه في العالم، هذه كاين لي فرونسي، كاين لي شينوا، اي لي تورك، باسكو كيما قلت لك سي نوت تكنولوجي. دونك سان سيركوي بريسك فيرمي، سان سيركوي فيرمي، ما كانش باينه الخدمه تاعو باينه. لا ديفيرونس ما بيننا ما بينهم لي كونكورون تاعنا، حنا عندنا السعر، عندنا اون كاليتي اللي هي نفس الحاجه المنتو، والسعر تاعنا الحمد لله يا رب العالمين، هذه الحاجه اللي تميزنا. بون احنا الاستيراد نستوردو خاصة هذه شركة اونجيل، هذه شركة صينية وعندها 11 مصنع في العالم، يعني عندها في روسيا، عندها في مصر، والباقي في وش اسمه، كنا نستوردو من مصر ونستوردو من لاشين بوكو بلوس. لا روسيا على بالك على بروبليم شويه، اون ايفيتي شويه باش نستوردو من لا روسي، مي معظم درك اكتويلمون رانا نستوردو من لاشين. المعرض هذا كل عام نشاركوا فيه نحن، يعني كل عام نعملوا باسكو احنا نجيبوا الخميره، دونك اوبليجي نبينوا المنتوج تاعنا، نبينوا واش يديروا بالمنتوج تاعنا، صناعه الخبز. وعلى هذا جاتنا الفكره، كم احنا الخبز مدعم من طرفهم الدوله، دونك جبنا الطريقه هذه قاعدين نستعملوا درك سي لي بريميكس، هذوما سي دي فارين سبيسيو، قاعدين نجربوا كيما شفتوا في لو ستون تاعنا لي بولونجي يديروا لو بان سوجا، لو بان ملتي سيريال، سي دي بريميكس، يعني سي اون فارين كومبليت، دي فارين كومبليت، ويديروهم ويخدموا بهم، تكون كاينه النوعيه، كاين ناس يحب ياكل لا باغيت ستوندار، كاين ناس تحب ان بان اميليوري، ان بلان ان بان سبيسيال. فوالا لوبجيكتيف تاع لونتربريز، حنا حابين نزيدو نكبرو، حابين نزيدو نتوسعو كيما قلت لك في منتوجات اخرين، كو سوا سا كونسيرن مواد الخبز ولا الحاجه اللي تتعلق بالحلويات، ولا كاين ثانيك بوسكو رانا نستوردو ثانيك في الشاي الصيني، بدينا ديجا التعبئه تاعو هنا اون الجيري، وعندنا دوتر اوبجيكتيف باش نزيدو نديرو دي فاريتي ان شاء الله، باش نعودو قال واش كيفاش نلحق، باش نعود نلحق ان طو دانتيغراسيون او موان 40% من البرودوي نتاعنا حنا، قال كو سوا في النعناع، كو سوا في التيزانا نتاعنا، كو سوا سا ديب واش عندنا في الجزائر، ماذا بينا نلحقوا ان طو دانتيغراسيون او موان 40% ان شاء الله. زير تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.